مشاهدينا من هذه الصور التراثية الجميلة من مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة، نعود مع صباح السعودية. تكلمنا توعية المستهلك عن طريق اللي جت في الخبر، عن طريق البرودكاست والمواقع الإلكترونية، أيضا التوعية الصحية برضو صارت عن طريق المواقع الإلكترونية. بالتأكيد هنا توعية مستهلك وتوعية صحية، يعني كل مجالات التوعية أصبحت موجودة الآن من خلال وسائل التقنية، وهي اللي أكيد يعني بتركز على دور المواطن في المساهمة في مثل هذه الأمور. يمكن من الأمور التوعوية في مجال الصحة اللي أصبحت الآن موجودة هذا البرنامج الجديد، فقد أطلقت مدينة الملك فهد الطبية في خطوة متقدمة، أطلقت قبل أيام تطبيق وهو IKFMC على أجهزة أبل لتوظيف التقنيات الحديثة لصالح تحسين وسائل الحصول على مختلف جوانب الخدمة الطبية المقدمة وإتاحة وتيسير الوصول إلى المعلومات اللي تهم المستفيدين من خدمات مدينة الملك فهد الطبية والمهتمين بالمجال الصحي بشكل عام. نشوف هذا التقرير ونرجع معكم نتحدث أكثر عن الموضوع. في خطوة تعد الحديثة على مستوى المنشآت الصحية بالمملكة، قامت إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الملك فهد الطبية بإطلاق تطبيق على أجهزة الأبل، وتهتم هذه الخدمة بالجانب التثقيفي الصحي للمرضى. جزء التثقيف الصحي الموجود في البرنامج طبعا احنا حاولنا نخليه بطريقه مبسطه للمرضى يستفيدوا منه، سواء اللي داخل المدينه او المرضى بشكل عام. طبعا احنا وضعناه على جزئيتين، جزء تكون على شكل مقالات بحيث انه يستطيع المريض يقرا الاشياء، سواء الامراض، المشاكل الصحيه اللي ممكن، الاعراض الجانبيه، الاحتياطات، الاشياء اللي تهم المريض انه يتثقف فيها. الجزء الثاني اللي هو فيديو خاص بالمدينة، جميع مجموعة من الأفلام الفيديو الخاصة بتثقيف المرضى، سواء في ممكن بدأنا بتنزيل مجموعة بسيطة، وإن شاء الله الفترة الجاية هيكون في أجزاء جديدة اللي هي عن القلب، الأورام، الأشياء اللي تخص تهم المرضى بشكل عام. طبعا حتى طريقة الوصول لها تكون سهلة، مو شرط أن يكون الشخص موجود في المدينة أو مريض له ملف في المدينة، أي واحد يقدر يتصفح إن شاء الله. كما يقدم خدمة الاطلاع على المواعيد والخاصة بالمستفيدين من خلال معرفة وقت الموعد وتاريخه ورقم العيادة، ويقدم معلومات تثقيفية في عدد من المسائل الأخرى. بالنسبة للمواعيد في برنامج IKFMC يعطي المريض إمكانية بالدخول على مواعيده واستعراض جميع المواعيد اللي تكون محجوزة له في النظام، بحيث أنه يستفسر عن المواعيد دون الحضور شخصيا إلى مدينة الملك فهد لطباعة الموعد أو للتذكير، بحيث أنه بإمكانية البرنامج وضع منبه لمواعيده قبل الموعد بيوم تذكره بها. المرضى المنومين هنا يحتاجون إلى خدمات ترتبط بدينهم وتوعيتهم بما يحتاجونه. الخدمات هذه أحيانا هم يتساءلون ويبحثون عن من يجيبهم، هذا الأمر يحتاج إلى تغطية على مدى 24 ساعة، ويحتاج إلى الفريق هذا عدده كبير، وكذلك تأهيله أيضا مكلف وكثير، مساهمة منا في زيادة إنتاجية لخدمة هؤلاء المرضى في موضوع احتياجاتهم الدينية. تم جمع أهم المسائل من خلال خبراتنا السابقة التي تحتاجها المرضى، وعرضت هذه المسائل لمجموعة من طلبة العلم والمشايخ إلى أن تم تحديدها وجمعها في قريب من 100 مسألة علمية. تسعى مدينة الملك فهد الطبية من خلال تطبيق هذه التقنية للمسارعة إلى ثقافة صحية مجتمعية يستفيد منها أولئك المرضى. لصباح السعودية، تركي آل ساعد، الرياض. شكرا تركي اكيد على هذا التقرير. وطبعا الخدمه المتنوعه اللي بتقدم خدماتها لاكبر شريحه ممكنه من المستفيدين بنتحدث الان عنها، ومعنا الحديث اكثر سعاده المهندس محمد سفر الزايدي، وهو مدير اداره تقنيه المعلومات والاتصالات بمدينه الملك فهد الطبيه. اسعد الله صباحك. اسعد الله صباحكم، واسعد الله صباح جميع المشاهدين، واشكر القناه السعوديه الاولى على اتاحه الفرصه للحديث حول هذا الموضوع، موضوع يخدم المرضى بالدرجه الاولى.
حياك الله. الله يحييك، فرصة سعيدة. أكيد الحديث عن هذا الموضوع وهذه الخدمة اللي أطلقت للمستفيدين من مدينة الملك فهد الطبية، نبغى نتعرف أكثر على بداية الفكرة، كيف انطلقت وكيف يعني بدأت من فكرة إلى أن صارت فعلا برنامج موجود وممكن الاستفادة منه؟ والله هي بدأت فكرتها كطبيبة، بدأت عندنا اسمها ريما العمران، طبيبة مبتعثة عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الفكرة ممتازة، طرحت الفكرة، استحسنها الكثير من عندنا، فتعاون معها فريق من تقنية المعلومات، فريق متخصص في تطبيقات الهواتف الذكية. استغرقت الفكرة في التنفيذ حول 6 أسابيع، بينما فترة التسجيل في متجر أبل استغرق حول 2 شهر. طبعا تعتبر المدينة هي أول منشأة صحية على مستوى المملكة العربية السعودية يتم تسجيلها في متجر أبل. أيضا تعتبر هي أول تقريبا منشأة صحية تقدم خدمات إلكترونية للمريض عن طريق الآيفون وعن طريق الآيباد تقريبا. طيب سعادة المهندس، بالنسبة للتطبيق الجديد على أجهزة أبل، كيف طريقة استخدامه؟ هي الخدمة مجانية، ممكن أي شخص يدخل على موقع متجر أبل في تسجيل باسم مدينة الملك فهد الطبية، يكون تنزيل البرنامج مجانا. مجرد ما ينزل على أجهزة الآيفون ولا الآيباد ممكن استخدامه فورا. طبعا هي معتمدة على الرقم الطبي بالنسبة للمريض، طبعا كمعيار سرية المعلومة مهمة جدا، فلذلك عشان نضمن سرية المعلومة لابد في كود تفعيل. كود التفعيل يرسل على جوال المريض بحيث يدخل كود التفعيل مثل البنوك وغيرها، وبكذا نضمن سرية المعلومة. أيضا الموظفين، بإمكان الموظف يدخل في أي مكان في العالم، في أي مكان كذا، يدخل على معلوماته، يطلع على الرواتب، يطلع على الإجازات، على تقييم الأداء. جميل. أيضا حوت يعني مجموعة من التثقيف الصحي والخاص بالمريض، أيضا مجموعة من الفتاوى اللي تخص بالدرجة الأولى المريض، أيضا معلومات عامة كأخبار المدينة، مثلا أرقام مهمة يحتاجها كشخص، مثلا يحتاج المستشفى العام، مستشفى الطوارئ كذا، فممكن يطلع عليها فورا من خلال الآيفون الجوال العادي. نعم جميل. يعني هذه مجموعة الخدمات اللي موجودة في هذه الخدمة واللي أطلقت للمستفيدين من مدينة الملك فهد الطبية. هنا هل التعامل مع هذا البرنامج سهل؟ هل بإمكان أي شخص أنه هو يسجل؟ هل محتاج أي إجراءات معينة؟ هو البرنامج سهل جدا، هو تطبيق يعمل له داونلود وتنزيل كأي تطبيق من متجر أبل دون أي. بدأ العمل في البرنامج؟ بدأ العمل، الآن عندي فوق 500 مشترك الآن يستخدمونه. طبعا زي ما ذكرت سابقا الخدمة مجانية، طبعا هي خدمة للمريض، يعني مرضانا أكثرهم من مدن خارج المملكة، صارت سهلة لها العملية الآن. يستعلم من موقع أن الموعد، يشوف هل تأخر، لو حصل تأخير أو شيء، لو ممكن طبعا خطوة قادمة، ممكن هو ظروف المريض ما يقدر يحضر ولا لا، فالخطوة القادمة ممكن يطلب تأخير موعده كمريض. طبعا هي الشريحة المستهدفة والأكبر خدمة المريض، يليها بعدين الموظفين. أيضا الخدمة خدمة الموردين، الآن المدينة تطرح منافسات أوامر شراء، فالآن نفس المورد ممكن يستخدم الخدمة هذه، خدمة الآيفون، يدخل يستعرض يشوف جميع المنافسات المطروحة للبيع أو أوامر الشراء. ما في داعي يعني يأتي للمدينة ويسأل كده، فهذه توفير جهد للمورد في نفس اللحظة، وتوفير جهد للموظفين عندنا في المدينة. طيب بالنسبة للموظفين، بما أنك ذكرتهم، كم عدد الموظفين؟ هل احتجتم كوادر ولا قلت الكوادر؟ الآن عندنا 6000 موظف في المدينة، لكن هذه ما أتوقع أن لها دور أنها زيادة أو تنقيص الكوادر ولا لا، لأن هذه خدمة مواعيد، خدمة استعلام أكثر شيء. فالخدمة موجودة، لكن المريض يحتاج يستعلم في المرحلة الأولى، يستعلم عن موعد، يستعلم عن شيء. نفس الحركة، نفس الطريقة بالنسبة للموظف، يبغى يستعلم عن إجازاته، هل إجازته انتهت ولا بعد ولا لا. بعض الموظفين ممكن هل إجازته انتهت بعد 15 يوم ولا بعد 10 أيام، إذا في موقع هناك ممكن يستعلم. فهي المرحلة الأولى فكرة استعلامية بحتة الآن. ولا الموظفين اللي يديرون نفس الموقع، والله من الأمور اللي نعتزبها أنها كوادر سعودية بنت البرنامج هذا، سواء من طرح الفكرة على مستوى الدكتورة ريما أو الفريق حقنا.
الفريق ليس تقنية معلومات بحت، شارك فيه من التوعية الدينية، شارك معهم من التثقيف الصحي، فهو فريق متكامل كلها كوادر وطنية، وهذه من الأشياء اللي نعتز بها. صحيح، جميلة جدا فعلا يكون في مثل هذا البرنامج اللي يقدم توعية تثقيف، أيضا فتاوي دينية حول بعض المشاكل الصحية بما فيها الاستعلام عن خدمات المرضى. هنا هل فقط الآيفون هو البرنامج، هو الجهاز اللي يدعم هذا البرنامج، ولا في نية إن شاء الله لتطويره؟ والله هو كمرحلة أولى الآيفون والآيباد طبعا عملت عن طريق دراسة، يعني لو جينا شريحة المجتمع السعودي، خذي أي عائلة عندك ولا لا، معظمهم آيفون ولا لا، فالشريحة الأولى المستهدفة هم الآيفون طبعا، لنا نخدم المجتمع السعودي أكثر الخدمات اللي نقدمها. لكن في المرحلة الثانية والثالثة حيكون السامسونج، وحيكون معظم جميع الهواتف الذكية حتكون من ضمن الخدمة هذه. نعم، إن شاء الله. ممتاز. طيب سعادة المهندس محمد، بالنسبة للموقع اختير او دشن كمنظمة صحية، نعم، الخطوة هذه كيف تأثيرها لكم، كيف معنوياتكم بعد هذا؟ والله معنويات كانت طيبة حتى على مستوى الإدارة العليا، يعني الدكتور عبد الله داعم هذا الفكر بكل قوة. طبعا لا أخفيك، ما كانت التسجيل بسهولة جدا في مستودعات في متجر أبل، واجهنا مشاكل كثيرة، تدخلت الإدارة القانونية، تدخلت، لكن كونها تسجل كمنشأة صحية وكانت تقدم الخدمة كانت تعتبر سبق للمدينة في المجال هذا. بالفعل. طبعا فعلا أعطت انطباع جيد. لا أخفيك، أنت قابلني عدد من المرضى يعني في المسجد، حتى في مسجد الحي اللي يسكن فيه، يعني يشيدون بالخدمة هذه، وكان لهم ملاحظات. طبعا بس الحين نفتح استقبال الملاحظات هذه، لأن بدون ملاحظات الآخرين مستحيل يعني هذه الخدمة سواء أي شركة تقدمها. أبرز الملاحظات، يعني بعض المفردات الإنجليزية راونها لازم تكون بالعربي تقريبا، هذه عملية الترتيب، عملية أنك طبعا كمرحلة قادمة احتمال التحاليل الطبية، التقارير الطبية، هذه كلها يعني إن شاء الله بعد فترة. ما هي يعني مو مترجمة أستاذ محمد؟ جزء منها مترجم، جزء غير مترجم. طب اللي ما يعرف يقرأ إنجليزية كيف؟ هو أول شيء كيف بدأت الخدمة سريعة، لأن استقيناها من النظام الصحي الموجود اللي عندنا. طبعا هي ما كانت كلها خدمات صحية جديدة 100%، إنما عملية إظهارها للمستخدم كانت ولا لا، يعني عندك النظام الصحي عندنا في المدينة يخدم خدمات كثيرة ولا لا، عندك الموقع المدينة في خدمات إلكترونية كثيرة. صحيح. لكن هي جمعت وتم استعراضها في الآيباد والآيفون ولا لا. طبعا زي ما ذكرت سابقا، الملاحظات واردة، نجاح أي مشروع شيء ملاحظات الآخرين، يعني الآخرين هم المرآة. بالفعل، يعني ملاحظات أكيد حتأخذ بالحسبان جداً علشان يكون في تطوير لهذا البرنامج جداً. أنتم أيضا يعني ماذا وضعتم في خطة تطويرية للبرنامج، نكون في إضافة يعني خدمات أخرى ممكن يستفيد منها الأشخاص المراجعين للمدينة؟ طبعا هي الخدمات الآن الموجودة للمريض، هي المواعيد والفتاوى والتثقيف الصحي. الخطوة القادمة أول شيء حتكون جميع الهواتف الذكية مدعومة، تمام، بحيث أن أي شخص يملك سمارت فون من الهواتف الذكية سواء كانت سامسونج أو غيره تكون مدعومة، إضافة إلى إضافة المزيد من الخدمات، يعني كما ذكرت آنفا ممكن المريض يستعلم عن تحاليله الطبية، ممكن المريض ما بعد فترة ما يحتاج يطلب تقرير طبي من أي موقع، يدخل يحصل على التقرير الطبي، ممكن المرجع بعض الدوائر الحكومية أو المراجع تطلب تقرير طبي. صحيح. إذا ما في داعي نفس المرجع سواء وزارة أو هيئة صحية أو منشأة حكومية تدخل على الموقع تطبع تقرير موظفها وتستفيد منه. إن شاء الله. طب بالنسبة للمميزات اللي تعطى للناس اللي دخلوا إلى الموقع هذا واستخدموا الخاصية هذه، والله في مميزات معينة تقدمونها؟ هي موقع خدمات، خدمة، من يحتاج الخدمة يدخل يأخذ الخدمة ولا لا. طبعا المدينة منشأة خدمية بحتة ولا لا. صحيح. تقدم خدمات. صحيح. طبعا زي ما ذكرت سابقا، في أول شهر دخل عندي 500 واحد، وجاتنا اتصالات يعني كثيرة كانت جدا، حتى أنا ذكرت أن في ناس قابلوني في مسجد الحي اللي عندي ولا لا، فالمتوقع الإقبال عليها كبير جدا ولا لا. طبعا من يحتاجها بالدرجة الأولى المريض والمورد وغيره،
صحيح جميل. يعني اكيد مدينه الملك فهد الطبيه يعني من المدن الكبيره جدا اللي تقدم خدمه طبيه ايضا على مستوى عالي في المملكه، والان يعني تعتبر هذه من السابق يعني سابقه نعم. فعلا نعم. للمدينه انها تنشئ مثل هذه الخدمه. هل هناك نيه للتعاون مع ايضا مدن اخرى طبيه او مراكز طبيه اخرى ممكن انها تكون يعني تنشئ نفس الخدمه، او ممكن انها يتم الربط فيما بينكم وبين هذه المراكز ايضا لتوسيع مستوى الخدمه المقدمه للمستفيدين؟ والله الان في الوقت الحاضر على مستوى الخدمات الطبيه في تعاون بين المدينه وبين المدن الطبيه الثانيه، بينها وبين المستشفيات التخصصيه. ايضا المدينه احيانا تقدم خدمات استشاريه لبعض المدن بعض المستشفيات، فالتعاون قائم، الاستفاده من الخبرات قائمه بين جميع الطرفات، لان بالاخير كلها منظمات تقدم خدمه واحده وهدف واحد وهو خدمه المريض. ممتاز. طيب سعاده المهندس، بالنسبه للتسويق مثل هذا النوع من التوعيه الصحيه فقط في المدينه عندكم ولا خارج مدينه الملك فهد الطبيه؟ لا، هو بدا التسويق خارج المدينه طبعا. وين بالضبط؟ الصحف، يمكن معظم الصحف السعوديه ذكرت الخبر، حيكون له دعايات، حيكون له برضو بعض الدعايات سواء في الصحف المحليه على المواقع. انا وجهه نظري ان اكبر دعايه لها المستخدم، لانك يعني من تجربه مريت بها ولا لا، شخص واحد سمعنا اعطى اكثر من 35 واحد قال لي وبداوا يستخدمون ولا لا. احد الدعايات هي جوده المستخدم، انا وجهه نظري اذا كان المستخدم المنتج جيد ويقدم خدمه كذا، فخدمه جيده وفعلا خدمه، فانتشاره حيكون واسع. بالتاكيد هذا اكبر تسويق. احنا شايفين معك الايباد سريعا، نبغى نشوف بس يعني البرنامج هذا اذا كان حيظهر معنا. والله اذا كان يظهر حاجه جيده انا اكيد نشوف انه يعني في امكانيه طبعا. للتعاون او للتعامل مع مثل هذه البرامج بصوره سهله وميسره جدا، وهذه يمكن الصفحه الاساسيه للبرنامج. وين الشباب؟ نحطها على الكاميرا هذه عشان يصير واضح. اكيد مثل ما احنا شايفين عدد من الخدمات المقدمه. ممتاز. هو يعني في البدايه اهم شيء يعني انا اللي صراحه اتوقع من الملاحظات المهمه انه يكون باللغه العربيه، لانه في ناس ممكن ما يقرون انجليزي خصوصا كبار السن. او هو الان باللغه العربيه هو الان، وهذا اكيد التقييم. المعلومات اللي تعطى عربي برضه وايضا نسبه كبيره منها عربي ما عدا جزئيه بسيطه، مثلا نوعيه المرض او شيء احيانا تكون باللغه الانجليزيه. مقطع فيديو هذا ايش هو بالضبط؟ ممكن شغل المقطع، شغل المقطع. طيب. شوف بس انتظر. طيب اوكي، هذا انتم محملين برامج كيف؟ شغل بالضبط السهم اللي عندك. اوكي يس يس اوكي. كده البرنامج سهل التعامل معه جدا جدا، هو بإمكان اي شخص انه يحصل. هو اثناء التصميم روعي المجال هذا انه يكون سهل جدا. اوكي طبعا التثقيف الصحي هذا واحد من الابواب الموجوده للتثقيف الصحي اللي موجوده على البرنامج. نعم. اكيد اللي يبغى طبعا ان هذا عن الربو يعني. عن الربو. اكيد احنا طبعا عشان ما خرب جهازك بس. لا ما عليك محمد، نشكركم اكيد على هذه. لا لا تفضل الله يخليك، وضع الخدمه الجميع. حياكم، شكرا جزيلا اكيد لوجودك معنا. نشكركم اكيد على هذه الخدمه، ونتمنى ان شاء الله يكون اليوم المشاهدين استفادوا، واللي يبغى فعلا انه هو يستفيد اكثر واكثر من خلال المعلومات المقدمه ينزل هذا البرنامج، ونتمنى نشوفها اكيد على نظام الاندرويد كمان في الفتره المقبله. اول شيء اشكركم على استضافتنا اليوم، واشكركم على الدعايه الطيبه اللي عملتوها، وهذه ان شاء الله يعني خدمه وطنيه للجميع للمرضى، ومعنا نقدم جزء من الخدمه ايضا على الاعلام الجزء الاخر، فاشكركم على هذا اللقاء. شكرا. شركاء دائما. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه ما قصرت. اذا